الكلام اللي انت بتقوله ده خطير جدا، انت متأكد منه يا سالم؟ طبعا يا مستر ادم، ما تنساش ان انا واحد من قادة النسر الاحمر الكبار. يعني عامر ده فعلا مش عامر؟ اللي انت فاكره عامر ده مش من قردستان اصلا، ده حتة ممثل كومبارس جايبينه من مصر. سالم انت كنت عارف الموضوع ده من زمان؟ اما امرك غريب قوي، وليه ما قلتليش عليه قبل كده؟ يعني ما جاتش فرصة، وبعدين يعني اياميها الحكاية دي ما كانتش تفرق قوي، لان نبوي ده ما كانش مهم للدرجة دي. مين نبوي ده؟ نبوي ما هو ده اسم الممثل اللي بيعمل دور عامر، اللي خلى الناس تهتف باسمه وخلوه بطل على اخر الزمن. تخيل بقى لما الناس تعرف ان عامر ده ما هوش عامر الحقيقي، وانه مجرد حتة ممثل تافه جايبينه من مصر وواخد اجر عشان يعمل دور عامر. تخيل بقى الناس ممكن تعمل ايه. امال عامر الحقيقي فين؟ مات؟ ما اظنش، تالين ولسه عايش، بس فين محدش يعرف. بس الشيء المؤكد ان حالته خطر قوي، والله اعلم هيعيش ولا هيتكل على الله. قول يا سالم، في اي حد يعرف الحكايه دي؟ لا، هما تلات اربع انفار من قاده منظمه النسر الاحمر. وبقيه قاده التمرد؟ لا، كلهم فاكرين ان هو ده عامر الحقيقي. اسمع سالم، الكلام اللي انت قلته لي دلوقتي ده كأنك ما قلته ليش خالص، واللي حصل دلوقتي بينا ده يفضل سر بيننا احنا الاتنين وبس. موضوع عامر ده بالذات مفيش مخلوق في الدنيا يعرفه، فاهم يا سالم؟ فاهم. كويس، ابتدي دلوقتي انت بقى اكتب التقرير وارسم الخرايط اللي مطلوبه منك، خد وقتك براحتك، ولو احتجت اي حاجه ديفيد موجود هيشوف كل طلباتك. ابعد ديفيد عن طلباتي، انا طلباتي مش مع ديفيد، طلباتي معك انت مستر ادم، وانت عارفها كويس. يا سالم يا سالم عيب، ده انت عارفني كويس وعارف ان اللي بيشتغل معايا باخلاص ممكن اديله عناية. اتفضل شوف شغلك وسيبني انا بقى اشوف شغلي. رجالتك هيوصلوا امتى يا هنزة؟ بعد الظهر. وامتى هيكونوا جاهزين؟ اول ما يوصلوا، انا رجالتي دايما جاهزين. كويس اوي، يبقى اعمل حسابك هتهاجم مقاطعة ابو خالد في اقرب فرصة. انا جاهز من دلوقتي، بس اهم حاجة عايز كل المعلومات عن الاهداف اللي هاجمها تكون متوفرة فورا. كل المعلومات اللي انت عايزها هتوصلك الليلة، بس المهم دلوقتي هروح اقابل الجنرال واخد موافقته. نوع على ايه يا ادم؟ انت مش كنت عاوز تخلص من الجدع ده اللي اسمه عامر؟ انا بقى هخلصك منه. برافو برافو يا ادم، انا من زمان بقولك ان ده لازم يحصل. وانا من زمان وانا بقولك ان كل شيء بقى وانه. الولد ده نجم وابتدى يعلى قوي قوي قوي، ولازم نخلص منه. هيحصل، بس انا الحقيقة كان ليا عندك طلب صغير كده. خير يا ادم؟ كنت بحتاج منك 3 4 طيارات مقاتلة بالكتير. يعني ادم انت بتطلب؟ ده انت تؤمر.